السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رجب لكم فيديو جديد النهاردة شباب. بس حابب أنبه عن فكرتين أو كلمتين. الكلمة الأولى هي إن بتوقيت الساعة 12 يوم الخميس، توقيت الساعة 12 في مفاجأة، ومش هقول إيه هي، وأنا عارف إن أغلبكم عارف، بس أنا مش هقول إيه هي، تمام؟ بس خليكم جاهزين يوم الخميس الجاي الساعة 12، تمام؟ تمام. الفكرة التانية، الفيديو الجاي إن شاء الله هيبقى لابت لو خيروك، تمام؟ فانا عايز الناس دلوقتي اللي بتتفرج على الفيديو تنزل تحت في التعليقات تكتب لي اسئله، لو خيروك تعمل كذا، او في قصه اللعبه، او هو فكره اللعبه هو ان انت هتكتب لي لو خيروك تعمل كذا او تعمل كذا، تمام؟ فاكتبوا بقى ايه اللي انتوا عاوزينه، اكتبوا لي اي حاجه، انا مش هجيب امثال من عندي، انتوا اللي تجيبوا الامثال، تمام؟ وانا هرد على الفيديو الجاي، تمام؟ فبس كده يا شباب، اتمنى الفيديو عجبكم، متنسوش لايك على الفيديو ده وتكتبوا تحت في التعليقات، متنسوش يوم الخميس، ماشي؟ متنسوش يوم الخميس. طب بس كده، عايزين حاجة؟ مع السلامة.